اشكي له حالك واحفظ بقى وما تتسنش الا علي ايدي بتشفي علي لمسه واحده بس منه تكفي اطلبه هتلاقي وعد لسه أعزائي مشاهدي قناة الكرم وفي كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم وسلام رب ليكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الصلاة اطلبوا تجدوا. في الحقيقة أنا بشكر رب جدا لأجل البرنامج دوت، لأنه فيه بنتحد كلنا معا بنصلي لأجل كل الطلبات اللي بتوصل لينا عن طريق التليفونات وأيضا عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق كل تليفون أو كل طريقة بتوصلوا لنا بيها طلبات صلواتكم. لكن أيضا بشكر الرب لأجل المعجزات اللي الرب بيصنعها معانا وبمجد اسمه العظيم فيما بيننا. بالتأكيد لنا كلنا عندنا طلبات وعندنا احتياجات كتيرة قد لا تنتهي، ولكن هل نطلب الرب أم نطلب من الرب؟ الكتاب بيعلمنا وبيقول لنا اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. عشان كده هو حلو ان انا اكون بطلب الرب اولا، اطلبه اولا ملكوت الله وبره، لكن ثانيا حلو ان انا اطلب من الرب. فالرب هو اب لينا، يحب يسمعنا ويحب ايضا يسدد احتياجاتنا. عشان كده هو حلو ان احنا نكون بنصلي. وايضا الكتاب المقدس والرب شخصيا قال كده هو في مده حياته على الارض، قال الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تاخذوا لكي يكون فرحكم كاملة. الرب بيشجعنا ان احنا نطلب، عشان كده بنفتح التليفونات من اول دقيقة في الحلقة. بنحب نستقبل طلبات صلواتكم عن طريق التليفونات اللي موجودة امامكم على الشاشة، ايضا عن طريق السوشيال ميديا والبث المباشر الان على الفيسبوك، الصفحة الرسمية لقناة الكارما الكارما تي في. بنرحب بيكم، اهلا وسهلا بيكم. لكن دلوقتي تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة، رجل الله ورجل الصلاة القس عصام حداد، راعي الكنيسة الأولى بنورثريدج بكاليفورنيا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك يا أخت ليديا، مبارك اسم مبارك اسم الرب. وكتاب دايما بيعلمنا وقال لنا افرحوا في كل حين، هللويا، صلوا بلا انقطاع واشكروا في كل شيء. تعالوا بينا نصلي ونشكر الرب في بداية الحلقة. أمين أمين فضل. أمين أمين أمين. نشكرك يا أبونا السماوي يا إلهنا الصالح، لأنك يا رب سهران على شعبك وغنم مرعاك. نشكرك لأنك معنا وفينا، نشكرك لأنك بتهتم بكل تفاصيل حياتنا يا سيد الرب. نعطيك المجد والكرامة، أنت إله حي يا رب، نبارك اسمك من كل القلب. اليوم بنصلي يا رب أن صوتك يكون مسموع لكل واحد فينا. أمين. نسمع صوتك يا رب ونفرح فيك اليوم، وتكلمنا يا رب حسب احتياج يا رب نفوسنا، في اسم الرب يسوع المسيح. أنت إله قادر على كل شيء، أنت تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر، والغير مستطاع عند البشر عندك أنت مستطاع. احتاجينك اليوم يا رب تعطينا إعلانات من سماء عرشك يا سيد الرب. تكلمنا من خلال هذه الإعلانات يا سيد الرب، وتعطينا فهم وتعطينا وعي روحي حتى نقدر نفهم كلامك، وحتى يا رب نقدر نقبل هذا الكلام في حياتنا وننمو في النعمة وفي معرفتك. أمين. في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين. 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 فاسم المسيح واثقين في إلهنا أنه حيملأ كل احتياجنا بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. في الحقيقة في بلدنا مصر وفي الشرق الأوسط عامة في امتحانات بتبقى اللي هي انتهاء المرحلة الثانوية اللي هي ثانوية عامة. اللي بيسمعني من مصر بيعرف كويس قوي أنه ده بيسموه بعبع، بيبقى حاجة فعلا مصيرية جدا في حياة كل طالب. الطلبة كلهم بيقعدوا يذاكروا يمكن وقت طويل قوي قوي من حياتهم في السنة اللي هي النهائية ديت، علشان يكونوا مش بس ينجحوا لكن أيضا بيتفوقوا. النجاح كلمة جميلة على اللسان وليها وقع رائع جدا على الأذان،
لكن أيضا التفوق لي فرحة وسعادة قد لا توصف. فمن منا لم يفرح عندما رأى اسمه في كسوف الناجحين أو في الكشف الذي قائمة الشرف للمتفوقين؟ من منا لم يفرح عندما يشيرون إليه ويقولوا هذا إنسان ناجح أو هذا مشروع ناجح أو هذا عمل ناجح؟ كلنا نفرح بالنجاح، لكن يا ترى ما هو مفهوم النجاح؟ ويا ترى هل النجاح عبارة عن مجرد صدفة أو ضربة حظ؟ هل في شخص ناجح بالطبيعة وشخص آخر فاشل بالطبيعة؟ يا ترى الكتاب المقدس بيعلمنا إيه عن النجاح وإيه مقومات النجاح؟ يا ترى هل في معوقات تمنعنا إن احنا نكون بننجح؟ ويا ترى إزاي أكون شخص ناجح؟ وزي ما الكتاب بيقول وكل ما يصنعه ينجح، وده عنوان حلقة النهاردة، كل ما يصنعه ينجح. تحدي كبير قوي إنه كل ما يصنعه ينجح، لأنه كل واحد فينا بالتأكيد جرب الفشل في شيء أو في عدة أشياء. فخلينا النهاردة نتكلم على إيه المعوقات وهل هناك مكافآت للناجحين والمتفوقين. تعالوا بينا نشوف ونتكلم على القسيس في البداية في مزمور 3 والعدد الأول بيقول كتاب، وطبعا هو على فم داود النبي، بيقول طوبى، طوبى للرجل. يا ترى كلمة طوبى دي معناها إيه؟ لأنها تكررت كتير، وأيضا في العهد الجديد بنشوف أن الرب يسوع شخصيا قال تطويبات المشهورة جدا في العهد الجديد في الموعظة على الجبل. يا ترى كلمة طوبى معناها إيه؟ يعني يا بخته، يا هناه، يا نياله، يعني بيكون مبارك هذا الشخص اللي وطبعا بيعتمد على اللي بتتبع كلمة طوبى. هلأ التطويبات السبعة اللي موجودة في إنجيل متى بتقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون. فكلمة طوبى بتعتمد دائما على اللي بعد. صحيح، ويمكن بالإنجليش بتتقال blessed be، يعني فعلا مبارك زي ما حضرتك كنت وصفت. احنا معنا اتصال من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك الاخ فرج من مصر، اهلا بيك. مساء النور، اهلا بيك. انا سعيد مرحبا مع حضرتك مع جناب القدس، اهلا بيك. تشرفنا بالصلاه بالنسبه، انا اسمي فرج من مصر، ومحتاج بالصلاه بالنسبه لبنتي اللي هي عندها امتحان ثانويه عامه يوم السبت باسم يسوع ان شاء الله، بلاش نبقى نعم، ونطلب الرب يتدخل في حياتها ويديها بركه وسلام ونجاح وفرحه في حياتها، ويديها استناره في الامتحان، لان احنا كلنا خايفين الثانويه العامه نظام جديد في مصر، مش عارفين النظام هيكون ايه. صحيح، لكن احنا بنطلب من ايد الرب، وطلب ثواب كل عمليه جراحه القرمه من اجل كل انسان عنده بنت او ابن ست سنوات السنه دي، والرب يبارك حياتهم. وفي نفس الوقت طالب من جناب القدس ان هو يصلي من اجل ان حياتها النفسيه ومضطربه، وزائد ان في يعني بالنسبه لتساقط في الشعر كده خفيف بدات ان هي تحس دي من العوامل النفسيه ليها، يصلي من اجل برضك عوامل النفسيه وبالنسبه للدراسه بتاعتها. امين امين، حاسين جدا بيكو بالاهالي فعلا، والوالدين الاب والام والاخوات قد ايه بيتاثروا جدا بموضوع فعلا انه الثانويه العامه، انا عارفه ده كويس جدا، عدينا في ده كتير، لكن هنصلي فعلا بالتاكيد لكل طلبه الثانويه العامه في كل مكان، مش بس في مصر او في القاهره. حابين نصلي حول الاسيس لبنت الاخ فرج. امين. اسم بنته، تحب تقول اسم بنت حضرتك؟ أخ فرج من فضلك اسمعنا من التليفون، من فضلك وطي التلفزيون، اسمعنا من التليفون. بنت حضرتك اسمها ايه؟ تحب تذكر اسمها؟ مريم. مريم، مريم، ربنا يبارك. امين امين، حنصلي من اجلها. أخ فرج، في حياة الانسان في هناك كثير تحديات وامتحان الثانوية العامة. صحيح، زمان كان في قبل الثانوية كان في الإعدادية قبله بثلاث سنوات، التغى هذا الامتحان. لا، عندنا احنا في مصر موجود الاعدادي. اه طبعا، ما زال موجود. يعني في نهايه كل مرحله، كل سنه طبعا، لكن في نهايه كل مرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه لازم يكون في امتحان طبعا. كتاب والامتحان ايمانكم ينشئ صبر، صبر والصبر تزكيه، يعني الامتحان. صحيح، دائما الرب يسمح بالامتحانات
لأن الامتحانات بترفع الإنسان لمستوى أعلى. إحنا نصلي لكل اللي في الشرق الأوسط بيجتازوا في هذا الامتحان، امتحان الثانوية العامة، إنه رب يعطيهم نعمة، يعطيهم ذاكرة قوية، فهم غير عادي، ويجاوب الأسئلة بكل مهارة، ويأخذوا الرتب العالية في اسم الرب يسوع المسيح. خلينا نصلي مع بعض. أمين. اللي عنده شخص في الابن أو ابنة أو أي قريب له بيمتحن هذا الامتحان، نصلي لهم حتى الرب يعطيهم راحة نفسية، وفي نفس الوقت الرب يعطيهم مجموع عالي. أمين. بحسب ترتيب الرب لحياته. أمين. يا أبونا السماوي، يا إلهنا الصالح، نشكرك لأجل جميع الامتحانات اللي احنا بنمر فيها. عارفين يا رب انه الامتحان بأهلنا للترفيع يا رب الى مستوى اعلى. نرفع اولادك وبناتك يا رب، يا رب في كل مكان في الشرق الاوسط يا رب، اللي بيجتازوا في امتحان الثانوية العامة يا رب. انت عارف هذا الامتحان مهم، وامتحان تقرير مصير. بنصلي يا رب انه مشيئتك تتم لكل شخص يا سيد الرب من شعبك، من أولادك يا رب، بياخذ هذا الامتحان، إنك أنت تأهلهم حتى يا رب يجتازوا في هذا الامتحان، وحتى يا رب يدخلوا في الحقل اللي أنت مرتبه لحياتهم. أمين. حتى يكونوا ناجحين في هذا الحقل يا سيد الرب، ويكونوا مثمرين يا رب، ويتمموا مشيئتك في حياتهم. أعطيهم راحة نفسية في دخولهم للامتحانات يا رب، يا رب، وفي دراستهم يا رب، وفي كل يوم في امتحان يكون في هناك راحة وطمأنينة في الداخل، انك انت معهم وانك انت مش سايبهم. باسم الرب يسوع المسيح، اعطي اولادك وبناتك في كل مكان في الشرق الاوسط نجاح من عندك، زي ما هو مكتوب، كان الرب مع يوسف وكان رجلا ناجحا. أعطي شعبك نجاح في اسم الرب يسوع المسيح، نصلي. أمين. أمين. أيضا بنصلي لأجل اللجان تكون كويسة، ما يكونش في أي استرس عليهم. بنصلي أيضا لأجل الأسئلة، كل شيء يكون فعلا هادي، وعلى قد ما نقدر طبعا نوفر لأولادنا فعلا هدوء في البيت، وما نكونش بنعمل استرس عليهم يذاكروا، لكن نصلي لهم ويكون في هدوء ويكون في سلام علشان ما يكونش بيتأثروا. بنصلي من أجلكم، احنا معاكم جدا، ونجاحكم وتفوقكم يهمنا جدا جدا. نشكرك جدا يا أخ فرج لأجل اتصالك، وبنتكلم على الشخص الناجح. يا ترى بقى ايه هو النجاح من مفهوم الكتاب المقدس؟ شوف المزمور، المزمور الأول بيعطينا مفاتيح رائعة حتى يحصل النجاح. في هناك ثلاث خطوات. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. أول شيء مهم، نياله اللي مش بيسلك في مشورة الأشرار. بروحش يطلب النصيحة من الأشرار أو العايشين في الخطية، لأنه لسبب بسيط جداً، مشورتهم مش هتكون بحسب كلمة الله. تأكيد. لو حصل إنه مشورتهم بحسب كلمة الله ده رائع، لكن العادة إنه الشخص البعيد عن الرب مش حينصحك شيء بحسب كلمة الله، لأنه بيكون بناقض نفسه. صحيح. فنياله اللي بيستشير الرب. نياله اللي بيستشير الرب. بحكي لنا في رومية 8:14 بقول جميع الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. صحيح. فإذا في هناك قيادة للرب، فأنا بطلب إرشاد الرب، بطلب يعني الرب يرشدني في الطريق اللي أسلك فيها، بأخذ مشورة منه. بنفس الوقت بشوف الأشخاص الروحيين اللي معي في الكنيسة، خاصة الأشخاص اللي عندهم عمق روحي، اللي عندهم خبرة روحية، بيبقوا ظاهرين يا حد الأسيس. طبعا. أولاد الله ظاهرون. فلما أنا أستشيرهم مشورتهم تختلف عن مشورة الأشرار. ده صحيح. معظم الأشخاص اللي مش مختبرين الرب بيكون مشورتهم مبنية على اختباراتهم الشخصية العملية الجسدية. لكن الشخص الروحاني بيعطي اختباره أو بيعطي إرشاده عن طريق الاختبار الروحي عن معاملات الله. فلهذا السبب أول شيء مهم جداً إنه ما لا يسلك في مشورة الأشرار، ما يعملش اللي بيقولوه الخطط.
صحيح. هي أول شيء. عندك اتصال؟ صحيح عندي اتصال. إذا مهم قوي قوي الكتاب زي ما بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. لكن إحنا معنا اتصال معنا الأخت عاطف من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. اتصالي الآن بابي لازم جيني اسمك كتير الأصالي لنادرية. أخت عاطف حضرتك معنا؟ أهلا معك حبيبتي. أهلا بيكي حبيبتي. اتفضلي اتفضلي. أهلا بيك. أهلا. عايزة اتصال لأمي تعبان. ألف سلام. نادرية. ألف سلام. عنده إيه حبيبتي؟ كان حادة فيها تسمم الهواء وتعب بطن. يا يسوع. وتعبان ودانا الدكتور تعبان خالص. وعنده قد إيه حبيبتي؟ عنده ده معاه ثلاث بنات وواحد متجوز. كبير. أوكي. ولد متجوز وبنت كده مسجون ملكات وبنت. طب عنده تسمم. أسيس معاكي حبيبتي. عنده تسمم أختي؟ عنده تسمم؟ حبيبتي الأسيس سامعك حضرتك تكلمي. هو سامعك يا ريت. هتكلم وحدة معاها بالتعية. هتكلم وحدة. يا ريت لو توطي التلفزيون. لا هو في واحدة جنبها الظهر بتتكلم. بليز من فضلك ابعدي عن اللي بتتكلم وتكلمينا. أهلا بيكي. اتفضلي. سامعينك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. سامعينك الأسيس سامعك. أخت عواطف حضرتك معانا على الهواء. اتفضلي حبيبتي. اتفضلي. كنت بتحكي بتقولي ابنك جاله تسمم. ايوه كان في الشارع ده تسمم وتعبان دلوقتي حبيبتي. ده انا مقروب شديد وتعبان بيرجع ويحلو حاجة صعبة. يا الأسيس معاكي. طيب نصلي له باسم الرب يسوع. يا أبونا السماء وبنرفع نادر يا رب أمام عرش النعم. يا رب عنده تسمم من أكل يمكن من شيء يا رب دخل لجسده. بنصلي اليوم إنك ترسل كلمتك لابنك يا سيد الرب. تطرد البكتيريا والجراثيم اللي سببت التسمم يا رب. يا رب من فضلك احفظه. فلشت يا رب اخرجها من جسمه. يا رب. باسم الرب يسوع المسيح. يا رب. بنصلي يا رب انك انت تلمس الدم وكل خلايا الدم والمعدة والجهاز الهضمي كله والامعاء الدقيقة والغليظة يا رب. يا رب من فضلك. وتنهي موضوع التسمم يا رب. تعكس أي أثار سلبية على جسده. أمين. في اسم الرب يسوع المسيح المس المعدة المس الجهاز الهضمي يا رب. ولتكن يدك عليه تستقر يدك عليه لشفاء كامل وراحة كاملة للمعدة والجهاز الهضمي. أمين. احنا بنلغي مخططات عدو الخير على حياته. أمين. وبنعلن شفائك لنادر في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين. 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 في اسم المسيح ألف سلامة للأخ نادر وفي اسم المسيح يخرج ويبقى زي الفل ويقوم. أمين. تاني سليم وعاف. احنا معانا أيضا اتصال ابن الرب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. ألو مساء الخير. مساء النور. أهلا بيك. عايز طلبة صلاة من أجلي إن ربنا يغيرني. بتغير كتير بس ما حاسسش انه في تغيير في حياتي. امين. امين. طلبه رائعه جدا. القسيس يعمل ايه عشان يتغير؟ اتفضل. ليه محتاج التغيير؟ نعم. ليه محتاج التغيير؟ نفسي تعبت كده تعبت من خطاياي وبس. ده انا يعني بص دخلت في خطايا غويطه جدا. ايوه. تمام. والدنيا بص كده ضاغط في وشي خالص. ايوه. بس انا محتاج بتصل انه ربنا يحررني وانه ربنا يفتح لي ابواب الرزق. امين. اوكي. امين. امين. شكرا. امين. بس اخوي خليك معانا. محتاج اصلي وراك ان ربنا يحررني كده. ايوه بس اسمعني كويس. التغيير ما ينفعش يكون من الخارج فقط، لازم يكون من الداخل. لو كان سطحي ما بيستمرش التغيير، لكن لو كان جذري لو كان من الداخل
لو حصل التغيير من الداخل، او بدي اقول لما يحصل التغيير من الداخل ده بيكون تغيير يعني اساسي وجذري وبيكون مستمر في حياتك وبتتحول الى رجل اخر. اؤمن انه الوحيد اللي يقدر يغيرك من الداخل هو ان الرب يسوع يسكن في قلبك. بس في سؤال، تفضل. ليه كل ما يعني النهارده اتغيرت واعترفت قدام خطايا قدام ربنا، اجي تاني يوم كانه ما فيش اي حاجه خالص وارجع للخطيه تانية تاني؟ ليه هي اللي مضايقاني؟ ايوه. طيب لما انت بتتوب تبدا تقرا في الكتاب؟ لا ما بتقراش. طيب تبدا تحضر تقدر تحضر اجتماعات في الكنيسه؟ اخش الكنيسه الافكار كلها بتحوط فيا كده. ايوه اوكي. تبدا تدرس الكتاب؟ امين. تبدا تصلي، تاخد فرص صلاه مع الرب، تقعد في محضر الله؟ امين. طيب خليني اقول لك شيء مهم لكل الناس اللي بسمعنا. لو انت اليوم، لو انا صليت معك وعدت وراي الصلاه وصليت وافتكرت انه انتهى الموضوع، انا راح يحصل التغيير فورا. في هناك اشياء مهمه لازم تعملها حتى يحصل التغيير. اول شيء لازم يكون الصلاه من القلب، التوبه لازم تكون من القلب، ما ينفعش بس مجرد ترديد كلام. الشيء الثاني مع التوبه لازم نطلب ان الرب يسوع نفسه يسكن في قلبك. لما يسكن في قلبك بالروح القدس بيصبح جسدك هيكل للروح القدس. فالموضوع مش بس مجرد انك تعيد الصلاة معي، الموضوع انه الرب يسوع نفسه يسكن في قلبك. ولما يسكن الرب في قلبك يصبح جسدك هيكل للروح القدس، يبدأ يغير فيك. هلا انا تعبت صدقني. ايوه طبعا 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 متعب متعب. مع هذا لازم يكون في هناك قراءه للكتاب لكلمه الله. كل ما قريت اكثر وكل ما تغيرت اكثر. الشيء اقرا في الكتاب المقدس بتجيني افكار كده، انا عايش شجره. من فين بتقرا؟ نعم اقرا في المزامير، ما اقراش في الانجيل. اوكي. الكتاب كامل، العهد القديم والجديد، المزامير والاناجيل. فمهم انك تقرا اصحاح من الاناجيل من العهد الجديد ومزمور واحد كل يوم. عرفت؟ فالمزامير لوحدها المفروض يكون في هناك كمان من العهد الجديد من كلام الرب. يا الخط قطع. اوكي الخط قطع، بس انا عارف انك انت بتسمعني. It's okay. حتى لو قطع الخط عارف انك انت بتسمعني والناس بتسمعني. فمهم اني اقرا اصحاح من العهد الجديد واقرا مزمور وابدا اخذ فرصه صلاه بيني وبين الرب. اوكي. فرصه الصلاه او خلوه الشخصيه مع الرب بتثبتني في الايمان وبتقوي ايماني وبتعطيني قوه على الخطيه. صحيح. اوكي. بعديها لازم اصلي انه الرب يملاني بالروح القدس كل يوم. لازم احضر الاجتماعات كل يوم. خلينا نصلي مع بعض. صلي معي اخوي، حتى لو انا مش سامعك لكن انت سامعني كويس، وفي ناس تانية سامعاني ومحتاجين تغيير في حياتهم. ولما بيحصلش التغيير الواحد بيتعب، فمحتاجين نصلي في اسم الرب يسوع. قل له يا رب انا بتوب، يا رب انا من بتوب كل قلبي، من كل قلبي على كل خطاياي، على كل خطاياي. أنا نادم من كل قلبي، من كل على قلبي كل خطاياي، على كل خطاياي. وأطلب منك تسامحني، أطلب منك تسامحني وتغسلني بدمك، وتغسلني وتطهرني بدمك من كل خطية، وتطهرني من كل خطية. أنا بعترف بيك، أنا بعترف بيك ربي وإلهي، ربي وإلهي. وأعترف إنك مت على الصليب، وأعترف إنك مت على الصليب علشاني، علشاني. وقمت من الأموات، من الأموات في اليوم الثالث، في اليوم الثالث. وإنك حي، وإنك حي. أسكن في قلبي، أسكن في قلبي اليوم، اليوم بالروح القدس، بالروح القدس. واكتب اسمي، اكتب اسمي في سفر الحياة، في سفر الحياة في اسم الرب يسوع المسيح، في اسم الرب يسوع. أنا بقبلك اليوم، أنا بقبلك مخلص اليوم، مخلص شخصي لحياتي، مخلص شخصي لحياتي.
في اسم الرب يسوع المسيح. في اسم الرب يسوع المسيح. يا أبوي السماوي برفع ابنك يا رب أمام عرش النعمة، وبصلي يا إلهي الصالح هو محتاج تغيير. أنت الوحيد اللي بتغير يا رب. هو طلبك اليوم، وطلب أنك تسكن في قلبه بالروح القدس يا رب، وطلب أنك أنت يا رب تغيره. احنا بنطلب منك في اسم الرب يسوع المسيح أنك تبدأ عملية التغيير في داخله يا رب، والولادة الجديدة يا سيد الرب يولد من جديد يا رب، وأنك يا رب تحرره من خطاياه، وتحرره من القيود اللي عليه، وتملاه بروحك القدوس يا رب. أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح املاه بالروح القدس يا رب، حتى ينتصر على الخطية، وحتى يعيش لك حياته يا رب، ويحصل تغيير من الأعماق يا رب باسم قدوس القديسين في اسم الرب يسوع المسيح. أعطيه رغبة شديدة يا رب أنه يقرأ الكتاب، يقرأ العهد الجديد، ويقرأ المزامير يا رب، ويصرف وقت معاك، يكون له خلوة شخصية معاك كل يوم، يقترب منك أكتر. وأعطيه رغبة أنه يحضر الاجتماعات ويسمع الترنيم ويرنم يا رب، ويسمع الوعظ ويسمع التعليم يا رب، ويتعلم يا رب كلامك. مكتوب خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. املأ قلبه بكلامك يا رب. يا رب باسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين أمين أمين. والكتاب المقدس بيقول إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. أيضا بلاش تروح الأماكن اللي كنت بتروحها قبل كده، لو أماكن فيها شر وخطية بلاش تصاحب الناس اللي كنت صاحبهم قبل كده، وده اللي احنا كنا بنقوله يا حد الأسيس في مجلس المستهزئين لا يجلس. هو خلينا هو المكالمة هاي من الرب، صحيح مش هو اللي اتصل، لكن الرب دفعه يتصل. ليه؟ لأنه أول شيء مش مفروض يسلك بحسب مشورة الأشرار. صحيح. في طريق الخطاة لم يقف. يعني الرفقة اللي معه في مثل عام بيقول قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. صحيح. والكتاب المقدس بيقول المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق. صحيح. الجيدة. ما تقفش مع الأشرار وكأن أنت لسه منهم. فمعاك خطاط أصدقائك عايشين في الشر، عايشين في الخطية، تستمرش معهم، لازم تسيبهم. صحيح يا سيد، دي نقطة مهمة قوي اللي حضرتك بتقوله. الكتاب بيقول لك لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. ما ينفعش نكون بنشارك حد غير مؤمن، ما ينفعش نكون في علاقة، لأنه المشكلة أنه هو بيقول لك حاجة بيقول من منطقه هو ومن أفكاره هو ومن إلهه هو ومنطقه هو، وطبعا ده ما يناسبش خالص كلام ربنا. عندنا دستور اسمه الكتاب المقدس، هو ده اللي احنا نتبعه، وهو ده اللي نسأله. وولاد الرب المجموعة، ولاد الرب في الكنيسة جسد المسيح، حلو ان انا اروح واكون بتمتع بالشركة معهم. وايضا كمان نقطة مهمة انه قناة الكرمة، انا بشكر ربنا جدا لاجلها، فعلا بتوضح كلمة ربنا وبطريقة صحيحة وبطريقة سهلة وبسيطة جدا توصل لأي حد، ودي طريقة تلمذة رائعة جدا جدا. انت لو انت حتى عندك اي سؤال حلو تتصل بأي أسيس بأي برنامج لايف شو أو حاجة، تسأل السؤال براحتك وتتعلم وتتثقف وتعرف كلمة ربنا، ويكون هو ده دستورك. احنا معانا اتصال، معانا الأخت نادية من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا حبيبتي. تفضل حضرتك. أنا عندي سكر وضغط كل وجعنا بالذات ركبتي لسه كاشفة أول امبارح. الدكتور خلاني عملت إشاعة وتحاليل النهاردة، عملت أكثر من 5 تحاليل، ورجلية بتنشر جامد، تعباني جامد رجلية. دي مضاعفات السكر. مضاعفات السكر. ألف سلامة ليك يا حبيبتي. ملغم كتير على صدري، عايزاكم تصلوا من أجل عيالي، ربنا يمد إيد عليهم ويشفينا وما يحرجناش لحد، لأن أنا أرملة وعيالي غلابة يا دامة يا حبيبتي. ربنا يمد إيده. أمين يا حبيبتي. أخت نادية، احنا أيوة. انت اتصلتي قبل هالمرة وصلينا لأجل الموضوع؟ أيوة. ما حصلش أي شيء؟ نشكر ربنا الحمد لله، ابني عمل تحليل لسه اول امبارح، والدكتور قال لي السكر الضابط. نشكر الرب. السكر عنده ضابط. طيب لما وضب على العلاج، يعني وضب على العلاج ما كانش الاول ياخد علاج، نشكر ربنا السكر الضابط معاه. طيب وانتي في حصل نشكر ربنا حصل تغيير عندك؟
بس العظم كله بينشف، وبالذات ركبه الشمال دي تعبانه جامد. اوكي. عشان فيها ثلاث قطوع، كنت وقعت على رجلي من فتره طويله. أيوة. من حوالي 20 سنه. أيوة. كان في ثلاث قطوع في الركبه، في الرباط الخليجي والوتر والغضروف. اوكي. وخشونه عاليه فيها. السبب اني سالتك حتى نتابع عمل الرب معاكي، وهذا شيء مهم. هلا لما صلينا لاجل السكري، مفروض نبدا نقول يا رب انا اشكرك لانك أشكرك شفيتني من السكري قبل الشفاء. نشكر الرب. عرفتي؟ يعني مش انه اصلي كمان مره ثانيه للسكري، ومره ثالثه للسكري، ومره رابعه للسكري. حتفضلي كل عمرك تصلي لشفاء من السكري، وحيستمر السكر معك. فاحنا عايزين نعمل الصح، والطريقة الصحيحة انه نصلي، وبس نصلي ونآمن نبدأ نشكر الرب على الشفاء. عرفتي؟ فاكر قصة قائد المئة لما اجى عند الرب قال له ابني مريض، لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي. الرب قال له روح ابنك شفي، فبرأ ابنه في تلك الساعة. في نفس اللحظة اللي فيها الرب تكلم حصل الشفاء. لما راح البيت لقى ايه؟ لقى مشفي. فمفروض لما نصلي لأجل الموضوع نبدأ نشكر الرب انه تم باسم الرب يسوع. هلا راح نصلي مرة تانية للسكري، وراح نشكر الرب على الشفاء من السكري، ونصلي لركبتك. حط أمين. ايدك على ركبتك الشمال باسم الرب يسوع المسيح. حط ايديك الاثنين على الركبة. يا ابونا السماوي، يا الهنا الصالح، انت القادر على كل شيء. تقول فيكون، تأمر فيصير. ارسل كلمتك لبنتك نادية يا رب. عندها الركبة الشمال وقعت عليها من 20 سنة وما زالت بتوجعها يا سيد الرب، في ألم فيها. يا رب انت الاله اللي بترفع الالم. أمين. انت الاله اللي بتحيي من الموت. صحيح. انت الاله اللي بترد البصر للاعمى. يس. انت الاله اللي بتشفي يا رب الابرص. انت الاله اللي بتقوم المفلوج. انت الاله القادر على كل شيء. يا رب مد يمينك على ركبتها الشمال. مد يمينك على العظم في اسم يسوع. مد يمينك على الصابونة يا رب في الرجل. يا رب. مد يمينك على التندنت يا رب، والأوتار اللي في الركبة. مد يمينك على كل خلية في الركبة، والمسها وبرقها إبراء كامل، حتى تدوس عليها يا رب وما تحسش في الألم، ويختفي الألم كليا. أمين. نطلب منك تشفي البنكرياس. مد يمينك على كل خلية في البنكرياس يا رب، يا رب. وتبرئ البنكرياس يا سيدي الرب من المرض، من مرض السكري، وتعطي البنكرياس انه يعمل بكفاءة 100% بدون اي كسل، ونسبة الانسولين في الجسم تكون عادية جدا يا رب، وما تحتاج ادوية للسكري ولا للضغط. نطلب منك تضبط الضغط في الدم باسم الرب يسوع المسيح، باسم الحي إلى أبد الآبدين عمانوئيل. الله معنا. نصلي. أمين. أمين أمين. ألف سلام عليك يا أخت نادية، ومصدقين أن الرب الآن لمسك. اتكلمي بالشفاء، وهو ده الإيمان، أن أنا مش هشوف الحاجة الأول وبعد كده أتكلم بالشفاء. لا، ده العادي، لكن ده يبقى اسمه واقع. لكن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. في الحقيقة احنا عندنا اتصالات كتيرة. حل القسيس معنا الأخت ريم من لندن. أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي. مساء الخير أختي ليديا وأبونا عصام. أهلا بك، يباركك الرب. أهلا بك. شكرا شكرا. أبونا عصام، أنا عندي طلبة صلاة. أنا يوم السبت حسيت في عندي عقدة في صدري الشمال، ورحت وجاني يوم سبت وأحد، ورحت يوم الاثنين عند الفاميلي دكتور، وقالت لي في موجود عندي عقدة في صدري، وحالتني إنه كتبت أرجنت إنه يعملوا لي ماموغرام وألترا ساوند وبايوبسي، وقالت لي إنه راح إنه يوصل لك لتر أو ممكن يتصلوا فيكي من المستشفى. اليوم الخميس الساعة 12
اتصلوش فيها يعني، وما في اي خبر يعني. بصراحة انا قلقانة كثير يعني، وعايزك تصلي لي، وانا بؤمن بالرب يسوع المسيح وبشكره مقدما انه هو راح يزيل العقدة يعني، لانه هو الطبيب الشافي. امين. فحبيت صلاة من عندك. امين اختي. بدي اسألك، الرب يسوع ساكن في قلبك؟ اكيد اكيد. انت بنت الرب؟ حياتي هو كل حياتي. جسدك هيكل للروح القدس، وروح أكيد. الله ساكن فيك. نعم. وهذا نعم. هذا الورم راح يكون حميد. أمين. فاسم المسيح. حميد. اسم باسم الرب يسوع. إحنا بنلغي مخطط عدو الخير على جسدك. باسم يا رب. لأنه جسدك هيكل للروح القدس وروح الله ساكن فيك. نعم. وأنت بنت الرب واسمك مكتوب في سفر الحياة. في اسم الرب يسوع المسيح نتكلم بشفاء كامل للجسد من الرأس وحتى أخمص القدمين، نتكلم للعقدة اللي في الصدر في اسم الرب يسوع، أن تكون حميدة 100%. أمين. وإحنا بننتهر كل روح خوف. أمين. في اسم الرب يسوع المسيح نطلب منك يا روح الله تتملك عليها. أمين. على قلبها، على مشاعرها، وتعطيها سلام غير عادي في قلبها باسم أمين. الرب يسوع المسيح. باسم أمين. المسيح. أمين. أمين. ثقتنا في إلهنا. لا تخافي، لكن بعد ما يعمل كل الفحوصات ارجع اتصلي معنا واعطي كل المجد للرب. إنه العقدة حميدة. أمين. في اسم المسيح ما تديش مجال لإبليس ياخد ويدي في ذهنك، لكن انتهري إبليس وكل فكر قلق وخوف، واستسلمي لسلام المسيح يملأ فكرك وذهنك وكل قلبك وحياتك، ونصدق في الرب إلهنا قال كده، أنا هو الرب شفيك. عندنا اتصال أيضا حلو أسيس من الأخت رجاء من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك الأخت رجاء. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك حبيبتي. أهلا بيك يا حبيبتي. تفضلي. عايزة قلب الصالة من حضرة الأسيس. تفضلي وسامعك حبيبتي. لو سمحت يا حضرة الأسيس، عايزة قلب الصالة جامدة منك. خير أختي. إني نتعلم على طول تعبان. أنا اتصلت بيك قبل كده، عنده إسهال جامد من 3 شهور، ودينا دكاترة كتير، ما فيش أي دكتور جاب معانا نتيجة. إسهال قوي؟ إسهال جامد 3 شهور متواصل. أوكي. بسيطة. هو عمل عملية قبل كده. آه. كل ما نوديه الدكتور يقول البرشام اللي هو أخده عمل التهابات في المعدة، أرجوك صلي له. طيب. وعندي برضو هو جاي عند الكلى، كل ما ياكل اكل يتعبوه ويرجعوا تاني. انا واثق في وعد الرب وصادق. اوكي بسيطه. بشوف احلام يا دكتور، يا حضره الجسيد، بشوف احلام بتزعجني وتخوفني، وبقول لها يحصل له حاجه خايفه منها. وبعد شويه بحلم احلام السيد المسيح لكل المجد، يعني بيطمني، ولا انا مش عارفه نفسي نسمع صوت الرب على لسانك يقول لي صح ولا غلط الصلاه اللي انا بصليها، الاحلام اللي انا بشوفها. اوكي اختي. عدو الخير في البيت نفسي صلي لي، تقول امشي عدو الخير من البيت. هو ابنك أخت رجاء، هو ابنك ليه علاقه باي حاجه، عمل مثلا حجاب، اي حاجه ليه علاقه بكده؟ لا. ولا ابن ولا الرب؟ ابن الرب؟ لا ابن الرب. ابن الرب. طب حلو. طب ايه رايك حضرتك؟ اخت رجاء انتبهي من الاحلام، في احلام بتكون من الرب، لكن في نفس الوقت ممكن عدو الخير يعطيك احلام من عنده. الكلام اللي انت بتحكيه لما بتشوف الحلم وبتصحي وبتقولي انا حلمت كذا كذا، وهذا الشيء راح يحصل مع ابني. لم بمجرد ما انت نطقتي، بمجرد ما انت نطقتي في الحلم انه هيحصل مع ابنك، هو بيصير مع ابنك. فاحنا محتاجين اي الكلام اللي يطلع من الفم. الكتاب بيقولنا بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. احنا محتاجين لما نقول كلمه نتيجه حلم انك انت حلمتي، انتبهي للكلام اللي بتقوليه. اذا بتقولي كلام سلبي رح يتم، واذا بتقولي كلام ايجابي برضه بيتم. فالموضوع معتمد على اللي انت بتتكلمي فيه. في اسم الرب يسوع المسيح
انتبهي من هذا الكلام. yeah. أوكي؟ هلأ لما بتشوف الرب وبيشجعك الرب أمين هللويا، مفروض تتشجعي ومفروض تنتهري الأحلام السلبية. صحيح. في اسم الرب يسوع خلينا نصلي مع بعض. يا أبوي السماء، وبرفع الأخت رجاء أمامك يا رب. ابنها عنده إسهال مستمر فترة 3 شهور يا رب. يا ما شفناك عملت معجزات أقوى بكتير من هذه المعجزة، هاي معجزة بسيطة يا رب. نطلب منك باسم الرب يسوع المسيح إنك تمد يمينك على معدة ابنها يا رب، على الجهاز الهضمي كله، على الأمعاء الدقيقة والغليظة والقولون، وتبرئ من الالتهابات يا سيد الرب اللي في الجهاز الهضمي اللي بتسبب الإسهال يا سيد الرب. وبنصلي أنك توقف هذا الإسهال وأنك أنت توقف هذه الالتهابات باسم الرب يسوع المسيح، حتى ابنها يا رب يرتاح وتعوض عن كل السوائل اللي بيفقدها في جسمه باسم المبارك، باسم الحي، باسم ملك الملوك ورب الأرباب. احنا بننتهر كل الأرواح النجسة اللي بتحاول تزعجهم في البيت، وبنكسر جميع اللعنات عليهم في اسم الرب يسوع المسيح، وبنعلن مجدك وسلطانك في البيت، وبنعلن شفاء ابنها شفاء كامل، ويرجع ترجع المعدة إلى الوضع الطبيعي من اليوم في اسم الرب يسوع المسيح. أمين. أمين. وكتاب بيقول لا تقبل خبرا كاذبا، لو من إبليس جي بيقولك بيخوفك، اثبتي في الإيمان بالرب يسوع، اثبتي في الثقة بالرب يسوع، وما تبصيش لأي حاجة تانية غيره. احنا معنا اتصال، معنا مين على الهواء؟ أنا نهال يا حبيبتي. اهلا بيك يا اخت نهال، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. ازاي؟ سلام ونعمه يا اخت ليديا. سلام مسيحي حبيبتي. اهلا بيك، وبرحب بحضره القسيس عصام، واصلي من كل قلبي انه بعد الحلقه دي كل مؤمن حقيقي ياخد الوعد ده ويتمسك بيه ويتنبأ على حياته ويقول كده، لانه زي ما سمعنا دلوقتي انه الكلام ليه قوه، انه كل ما تمتد اليه يدي ينجح في اسم يسوع. ونعرف نقول بكل ايمان لا لحياه الفشل ولا للياس. امين. احنا دايما عايشين في نجاح، زي ما جت في رساله يوحنا الثالثه بتقول ارومو ان تكون كما ان نفسك ناجحه. وهنا عايزه المس حته حسيت لي انه ما حدش يزعل مني، ولو حصل وحد زعل مني هصالحه بعدين، لاني انا بعتب عتاب في المحبه على الوالدين اللي بيهتموا جدا ان اولادهم ينجحوا النجاح الاكاديمي في دراستهم علشان يدخلوا يبقوا اصحاب الالقاب. احنا اولادنا دكاتره ومهندسين ورجال اعمال وما الى ذلك، لكن مش في ودن كل الوالدين ويقول الصوت بيقطع يا اخت نهال لاول مره. طب كده سامعاني؟ اتفضلي اتفضلي حبيبتي. انا مش عارفه ايه اللي اتسمع كده كويس. اوكي، هو في نص الكلام بس بيقطع، اتفضلي. انا بقول انه نفسي اوجه رساله للوالدين واقول لهم خلي بالكم يلي بتهتموا بنجاحهم في الدراسه واحصلهم على اعلى الشهادات، ده حلو قوي، لكن الأحلى والأروع أنكم تضمنوا ليهم النجاح الروحي، والنجاح الروحي بيتلخص في تقديم الرب يسوع المسيح ليهم كمخلص شخصي، وهو صدقوني فيه كفاية أن يضمن ليهم النجاحات الأخرى. والرسالة الثانية نفسي أقدمها للأشخاص الناجحين في أشغالهم وحاصلين على أعلى الدرجات العلمية، خلي بالك اوعى تتغش وتقول ده انا باجتهادي وبقوتي وبمجهوداتي الكتيرة صنعت هذه النجاحات، لا، لانه في اعتقد آية في تثنية الاصحاح الثامن بيقول اذكر الرب الهك ان هو الذي يعطيك قوة لصناعة الثروة. صحيح. حاجة نفسي أطلب من حضرة القسيس يدي نصيحة لشخص بس بيبذل كل مجهوده، لكن للأسف كل ما بيدخل في مشروع بيفشل بصورة أو بأخرى، تسرب إليه، فيا ترى يعمل إيه أو إيه الغلط
ممكن يكون بيرتكبه وهو مش دريان، وهو ده اللي مسبب فشله. تمام تمام شكرا ليكي يا اخت نهال. هنرد على سؤالك لان ده سؤال انا كنت هساله لاسيس، بس احنا عندنا اتصالات كتيره جدا. بنشكرك جدا دايما لاجل انه دايما بتسري الحلقه بايات وفعلا تعليقات كتابيه جدا. ربنا يبارك حياتك حبيبتي. احنا معانا هنجاوب عليه السؤال ده اسيس، اوكي؟ بس اخد الاتصال ده. معانا الاخت سمره من تكساس، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا اخت سمره. ابقى التليفون مفتوح ولا سكر التليفون؟ لا بالعكس، حضرتك معانا على الهوا، اتفضلي حبيبتي. ازاي ما تقفليش التليفون، اتفضلي. ايه طلبه صلاتك يا حبيبتي؟ يعني بدي صلاه من القسيس. هو القسيس سامع حضرتك، اتفضلي. القسيس سامعك يا اخت سمره. طيب أوكي. اتفضلي اتفضلي قولي يا حبيبتي، هو سامعك. حضرتك على الهوا، حضرتك ممكن تقول لنا طلبه صلاتك ايه؟ حضرتك دلوقتي معانا، احنا دلوقتي سامعينك. اتفضلي. اخت سمرة من فضلك عودي الاتصال مرة اخرى وهناخد مكالمتك على طول في وقتها. حضر القسيس، وممكن سؤال الاخت نهال فعلا زي ما هي بتقول انه احيانا بنعمل مجهود كتير قوي قوي لكن بنواجه بالفشل، وده حاجة بتحبط قوي قوي اي شخص بيعمل مجهود فظيع ومجهود كبير وبياخد وقته وبيلاقي نفسه ان هو بيفشل بعد كده. هو لما بيكون في تكرار للفشل وتكرار للسقوط وتكرار للخساره معناته في شيء جدي، في شيء مهم في حياه الانسان عم بيحصل بسبب هذه الامور. صحيح. لاحظي، اول شيء بقول لم يسلك في مشورة الاشرار. الشيء الثاني، في طريق الخطاط لم يقف، فاصل نفسه عن الشركة مع الخطاط. ليه؟ لأنه رح يأثروا على إيمانه ويأثروا على حياته العملية ويخلوه يعمل أمور هو مش راضي عنها، وحتى نكون أدق أكتر الرب مش راضي عنها. فلهذا السبب عم بفشل في المشاريع اللي بيعملها وبفشل في أشياء اللي بيعملها، مش بنجح فيها لأنه بحسب مشورة الأشرار. الشيء الثالث، في مجلس المستهزئين لم يجلس. وعلى فكرة، فكرة في مجلس المستهزئين معناته الناس اللي مش بهمهم الله ومطلعين الله من معادلاتهم، يعني صرفين الله عن حياتهم. صحيح. عرفتي؟ ما لهمش أي علاقة مع الله، ما تقعدش معاهم. ليه؟ لأنك أنت رح تصير زيهم، والروح اللي عندهم رح ينتقل إليك ورح تصرف الله عن حياتك. فالشخص اللي مش بيستشير الأشرار، والشخص اللي مش واقف مع الخطاط، والشخص اللي مش قاعد في مجلس الناس اللي بتستخف وبتستهين في الله، هذا الشخص مهم. ليه؟ بقول فيكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه. يبقى ما هي مجار المياه؟ مجار المياه هي مجار البركة. المياه ترمز إلى الروح القدس. أوكي؟ أنا محتاج إلى الملء الروحي. فالشخص اللي عنده مخافة الله، اللي بيأمن، مفروض يكون عند مجار المياه. ليه؟ لما أنا بمتلئ بالروح، أول شيء بيحصل فيكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه. أول شيء تعطي ثمرها في أوانه، ورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. تعطي الثمر في الأوان معناته. صحيح. هذا الشخص بيكون مثمر بحسب توقيت الله، بنشوف الثمر. الشيء الثاني، لا يفقد الورق، لكن الورق مستمر على هذه الشجرة. هذا إذا بيعني شيء، بيعني صحة هذه الشجرة، ولكن أيضا قوة هذه الشجرة. لأنه لما يذبل الورق هذا رمز لإيه؟ للموت. لما تموت الورقة تذبل وتسقط. لكن هو ورقه لا يذبل، بمعنى آخر صحيح روحيا.
لما الآية اللي حكتها الأخت نهال أروم أن تكون ناجحا في كل شيء، نفسك ناجحة. ليه؟ لأنه الورق لا يذبل، بمعنى آخر قوي روحيا، مملوء من روح الله. لما أنا بمتلئ من الروح القدس وأنا في قوة، ممتلئ من قوة الله، إيماني في قوة، أنا بختبر النجاح. فعدم اختبار النجاح في عنصرين مفقودين في حياتي. صحيح. أنا عايز أركز على كلمة شجرة مغروسة، فيه هنا هو ثبات، ثبات جامد. يعني مغروسة ليه بيقول مغروسة عندما ينمي؟ وبعدين قبلها بيقول يلهج نهارا وليلا. أوكي. يعني النقطتين دول مهمين قوي يا أستاذ، عايزين نحط عليهم سبوت. كلمة لكن في ناموس الرب مسرتي وفي ناموسي يلهج نهارا وليلا. في يوحنا 7 بيقول الذي يؤمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. فجريان الماء الحي من بطن المؤمن معناته فيضان الروح القدس في حياته. معناته الشخص المؤمن مش متدين. الشخص المؤمن في له علاقة مع الله، ولكن امتلاء بالروح القدس شيء مستمر. هلأ وفي ناموس الرب مسرته، يعني بيقرأ كلمة الله وبلاقي انه كل ما قرأ كلمة الله أكتر كل ما كان فرح أكتر. صحيح. وفي ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا، باستمرار بيدرس في كلمة الله. وفي حد يقدر يعمل كده يا سيدي؟ طبعا طول الوقت. طبعا. طب قول لنا لو في حد في كتاب مقدس، في كتاب ذكر، او شوفي قول لنا مثال عمل. يعني شوفي شوفي الكلمة كلمة الله في حياة الإنسان. بقول في أمثال كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي. مكتوب خبأت كلامك في قلبي. ليه؟ لكي لا أخطئ إليك. بالضبط. وجد كلامك فأكلته. عدة آيات عن أكل كلام الله. صحيح. فأنا لما بقرب الكلمة اللي بيحصل فيه، كلمة الله هي روح وحياة. فلما باخد الكلمة أنا باخد من روح الله. أنا بمتلئ من روح، وأنا بقرأ في الكلمة أنا بمتلئ من الروح. لما أنا بقعد في محضر الله أنا بمتلئ من الروح. لما أنا بدرس كلمة الله أنا بمتلئ من الروح. صحيح. فلما أنا بمتلئ من الروح بيحصل عندي نجاح روحي. إحنا بنركز دائما على النجاح المادي. النجاح في الدراسة مين لي؟ لو الولد نجح في الدراسة يبقى ده كل حاجة. النجاح في مقياس الله يختلف كليا عن النجاح في مقياسنا نحن. مقياسنا يختلف عن مقياس الله. صحيح. مقياس الله النجاح الروحي. ليه؟ لأنه النجاح الروحي يولد النجاح الجسدي. ويمكن ده شفناه مع الغني الغبي. الغني الغبي ده كان حد أصلا ناجح جدا وعمل ثروة حلوة قوي قوي، لكن كان حكم الله عنه أنه هو غني، لكن هو كان غبي لأنه كان فعلا بيثمر لنفسه وكان غني لنفسه مش لله ولا للملكوت. فالحركة بتقوله الله ليه مقاييس مختلفة تماما عن مقاييسنا احنا. احنا عندنا اتصال حل الأسيس معنا البنت الرب من كندا. اهلا وسهلا بيكي بنت الرب من كندا. اهلا بيكي حبيبتي، تفضلي. سلام المسيح معاكي. اهلا بيكي. اهلا فيكي اختي. وأنا بشكركم وأشكر قسم، كان دائما يشجعني وكنت أتصل فيه. فعندي سؤال وطلب الصلاة. تفضلي. قسم إذا أعطاني الروح القدس يعني يعطيني رسائل معينة شخصية لحياتي أو لحياة عائلتي، هل من الخطأ أن أبوح بها يعني للآخرين متى هم مؤمنين؟ فهل من الخطأ أم أحتفظ يعني بها لنفسي؟ وطلب الصلاة الرب يحقق وعد لآئلتنا وأنا منتظر الوعد. آمين. فممكن تصلي وربنا يباركم ويحافظ عليكم. يباركك الرب يا بنت الرب. أوكي. سؤال حلو قوي. لما ربعتين الرسالة لحياتي أنا الشخصية، انتبهي كتير مع مين بتشاركي هذه الرسالة. نحميا لما راح حتى يبني أسوار أورشليم، الكتاب بحكي لنا بسفر نحميا أنه كان يتأمل في السور. على فكرة ما شارك الموضوع مع أي إنسان. فمش كل الإعلانات الرب أعلن لي إياها والرسائل اللي الرب يكلمني فيها أنا أشاركها مع الناس. لازم أصلي وأطلب إرشاد الرب إذا عايزني أشاركها مع أي إنسان.
معظم الوقت الرب بيقول لي هذه إلك أنت شخصيا، ما تشاركها مع أي إنسان، أنا بتكلم معك أنت شخصيا لحياتك أنت الشخصية. فالأمور الشخصية اللي الرب يكلمني فيها لحياتي أنا مش مفروض أنا أشاركها مع إنسان، لكن لو الرب قال لي شيء وطلب مني أن أشاركه مع الناس اللي معي أو الناس اللي عايشين في بيتي أو الناس الأقارب إلي، أنا لازم أشارك هذا مع الناس. لكن حتى لو كانت حاجة مرعبة، يعني حد مثلا في خطر هيحصل له حاجة، أحيانا بنشوف أنه حد خاطي مثلا في الأسرة والحاصل أنه ربنا قال لي أنه هو قرب وقته، هل ينفع أقول له حاجة زي كده هو ولا مفروض أعمل إيه؟ شوفي، لما الرب بيكشف لي شيء بيكشف لي شيء لهدف بالضبط، مش حتى أرعب الإنسان طبعا أكيد، بس حتى أصلي وأتضرع أمامه لأجل هذه النفس. فالرسالة الأولى أنه لازم أبدأ أصلي لأجل هذه النفس. الشيء الثاني، لو الرب قال لي أشارك مع هذا الإنسان، برضو في نفس الوقت أصلي حتى الرب يعطيني الحكمة في الكلام، في طريقة توصيل الرسالة لهذا الإنسان. صحيح. تعرف الأطباء موهوبين، عندهم مواهب رائعة. ففي أطباء لما بيشاركوا مع المريض خطورة المرض اللي عندهم، الطريقة اللي بيشاركوا فيها مع المريض مهمة جدا. في أطباء تانيين ما تفرقش معهم رد فعل المريض، بيدخل على المريض بيقول له على فكرة أنت عندك 6 أشهر حتى تعيش، بتحصل في كل حتة. قبل 3 شهور شخص معنا في الكنيسة، واحد من الأطباء قال له أنت أفضل شيء تعمله تروح على محل ما بيروحوا على الهوسبس وقضي هنا ايامك هناك، لان ايامك اصبحت معدوده. يا يسوع، قمه، يعني شو بدي اقول، الاحباط، نقدر نقول قد ايه بيحس باحباط ويأس وفشل. مش هي الطريقه اللي بتتكلم فيها مع الانسان، الدنيا قفلت طبعا. طبعا ده ممكن على فكره يجي له هارت اتاك من الكلام، ممكن يدمر الانسان بسبب الاخبار. وبيحصل فعلا، فمحتاجين حكمه حتى كيف نوصل الخبر. امين، ده صحيح، لهذا الانسان. أمين. إذن محتاجين الحكمة في كل حاجة، ما ربنا يديني رسالة إمتى يا رب وإزاي وفين، لازم أسأل اللي بيديني رسالة أو الله يعني اللي بيديني رسالة، أتحكم وأتعامل مع الرسالة إزاي وبطريقة اللي هو عايزها مش اللي أنا عايزها. على فكرة أختي بنت الرب، إن توانت انتظريها. أمين. لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. صحيح. في الوقت وفي الميعاد. صحيح. وكتاب يقول أن الرب في وقته أسرع بي. معنا اتصال أيضا من الأخت مادلين من جورجيا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك حبيبتي. أهلا بيك. أهلا بيك. يبارك لك. شكرا لنا حبيبتي بالروح القدس دايما. أمين. 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 أنا محتاجة صلاة صراحة من أجل أختي أم مينا، هي عملت منظار امبارح وطالبين هم منها ياخدوا عينة من الكلى ومن المثانة والحالب، فنصلي يا رب العينة ما تطلعش فيها حاجة وحشة يعني يا رب. ومحتاجة كمان نصلي من أجلها، إيدي بتنمل على طول ورجلي وتقلصات فظيعة في رجلي اليمين، تعبانة جدا من فضلك قبل الأبتي، صلي معايا من أجلي ومن أجل أختي أرجوك. أمين حبيبتي. أمين. صلي من أجلك. عندك تقلصات في الرجل اليمين؟ وتنميل. ايوه. عملت فحوصات؟ ما انا عملت عشان هو قال بيقول لي من اصل السكر. نتيجة السكر، عندك السكر؟ عندي سكر وضغط وكوليسترول. اوكي. عالي السكر عندك؟ يعني ساعات عالي ساعات بقول من نورمال الاقيه نقصان مش على طول. اوكي. هاي. اوكي. امين امين امين. اختك امينا عملوا لها منظار وماخدين عينات. عايزين عينات بعد المنظار على الكلى. على الكلى. على الكلى. امين. خلينا نصلي. امين. يا ابو يا ابونا السماء، ونرفع الاخت مينا، ام مينا يا رب. امين يا رب. هالعينات اللي اخذوها يا سيد الرب في اشتباه في شيء يا رب غير عادي، لكن احنا نؤمن يا رب، نحن نؤمن يا رب. نؤمن انك انت اله قادر على كل شيء. نؤمن انك انت الاله الشافي يا رب. احنا بنصلي تمد يمينك ذات يا رب الاصبع اللي فيه لمست عيني
بارتيماوس الأعمى وردت له البصر. يا رب مد يمينك، مد أصابعك يا رب على جسد أمينا يا رب، وأمر بالشفاء الكامل، ونتيجة التنظير يا رب ونتيجة البايوبسيز يا رب كلها تكون سليمة يا سيد الرب. احنا بنلغي جميع مخططات عدو الخير على صحتها في اسم الرب يسوع. وبنتك اليوم بتقولك يا رب السكري عم بيعمل تنميل في الرجلين وتقلصات يا رب في العضلات الرجلين، يا إلهي الصالح يا إلهنا المبارك، احنا بنصلي انك تلمس البنكرياس يا رب، في عند الضغط، في عند الكوليسترول يا رب، في عند الأمراض الثلاثية يا رب المرتبطة في بعض، بنصلي انك انت تأمر بالشفاء يا رب. المس اولا البنكرياس، المس الضغط ايها السيد الرب باسم الرب يسوع، رجع الضغط للمستوى الطبيعي. المس يا رب الشرايين اللي بتحمل الدم من والى القلب يا رب، الاورده الرئيسيه والتاجيه يا سيد الرب في اسم الرب يسوع المسيح. المس الدم يا رب، المس مكنونات الدم يا رب، وجميع النسب تكون في الدم يا رب في المستوى الطبيعي باسم الرب يسوع المسيح. بنصلي انك انت تعمل معجزه معها يا رب، وترفع التقلصات وتمنع هذه التقلصات يا سيد الرب. وبنصلي انه رجليها تكون يا رب طبيعيات في اسم الرب يسوع، ما يكون في هناك اي نوع من التنميل. تلمس نهايه الاعصاب يا رب في الرجلين، وتبرئ ابراء كامل من تاثيرات السكري في اسم قدوس القديسين، في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين. أمين أمين. شفاء كامل على حساب جلدات المسيح. المسيح دفع ثمن شفائنا، ناخده بالإيمان والثقة فيه. شكرا لك يا أخت مادلين لأجل اتصالك. ومعنا الأخت فريال من لندن، أهلا وسهلا بحضرتك. ألو أخت ليدي، أهلا بك حبيبتي. المسيح معك ومع الأخ عصام، وحشتينا أنت والأخ المبارك عصام. الله يبارك. أنا أؤمن أنه لا قيمة للحياة على الأرض بدون المسيح له كل المجد. صح أمين. هو صانع النجاح والسعادة، ومن الغطاوة أنه الإنسان يبحث عن النجاح والسعادة بعيد عن الرب يسوع المسيح له كل المجد. مظبوط. أخت عصام، عندي طلب الصلاة من أجل خادم الرب، كان عمل منبار وجدوا كتلة على القولون، ونشكر الرب القس آلف صلاله وطلعت الكتلة سليمة بالمية بالمية. حتى وجدوا كتلة ثانية أيضا على القولون، فأرجو الصلاة من أجله. وأنا مؤمنة أنه الرب تمجد بالمرة الأولى، هيتمجد بالمرة الثانية باسم الرب يسوع. وشكرا للرب، يباركك الرب يا أخت فريال. هنصلي طبعا أكيد لخادم الرب والكل أولاد الرب في كل مكان. حد أمين. أسيس من فضلك يا إلهنا الصالح، نرفع خادمك يا رب أمام عرش النعمة يا رب. لقوا أول كتلة يا رب وطلعت حميدة يا رب. احنا بنصلي إنه أي شيء بلاقوه يا رب، أي شيء بلاقوه يا رب على القولون يكون حميد، ما لهش أي علاقة بالخلايا السرطانية في اسم الرب يسوع المسيح. وخادمك يا رب بنصلي إنك تملأه بالروح القدس، تفيض فيه بالروح القدس، تستخدم لخلاص النفوس ولامتداد ملكوتك. احنا بنلغي جميع مخططات عدو الخير على حياته، وجميع ترتيبات عدو الخير اللي بتسبب قلق يا رب في حياته، احنا بنلغيها باسم الرب يسوع، وبنعلن سيادتك المطلقة على الروح والنفس والجسد، وتتمجد انت في جسده في اسم ملك الملوك ورب الأرباب نصلي في اسم أمين. المسيح. أمين أمين. واثقين في إلهنا السامع الصلاة، عشان كده احنا من جيله واثقين فيه إنه هو بيسمع وبيستجيب. حل أسيس، أنا عن قصد مش عايزة النهاردة نطلع فاصل ترنيمة، لأنه مصر حضرتك تعرف مصر ومكتوبة في الكتاب المقدس، وشعب مصر بيجتاز وقت صعب قوي، وقت مصيري في حياته. المية، المية زي ما حضرتك عارف دي سبب حياة كل إنسان وكل حيوان وكل نبات. المية في تحدي في لشعب مصر والسودان أيضا، في تحدي إنه زي ما حضرتك عارف في أزمة سد أثيوبيا، وشعب أثيوبيا إحنا بنحبه جدا، لكن هو في سد زي ما حضرتك عارف، مش عارفة حضرتك تعرف ولا متابع الأخبار ولا لأ،
عايزين صلي صلاة خاصة لشعب مصر، لأنه الخيار الثاني هيكون حرب. حرب من أجل البقاء، حرب من أجل أنه شعب مصر يعيش وشعب السودان يعيش، لأنه لو المية قلت من عن شعب مصر أو السودان حضرتك تعرف إيه اللي ممكن يحصل. لازم نصلي، وعايزين نتحد مع كل شخص في شعب مصر وشعب السودان أيضا، كل الشعوب اللي هتتحرم من المية بسبب سد نهضة في أثيوبيا. يهمنا جدا كأولاد الرب وكشعب احنا الرب اختاره ان احنا نكون بنتضرع امام الرب من اجل الشعوب ديت. صحيح احنا مش في مصر لكن قلوبنا في مصر، صحيح احنا مش في مصر لكن حاسين بشعب مصر، صحيح يمكن حضرتك بتسمعنا تقول هما مالهم، لكن لا، احنا اخترنا الرب زي الملكة استر انها تقف قدام الملك وتطلب من الملك وتقول له شعبي، وتتكلم بكل جرأة. أي أزمة بتعدي في العالم كله، مش بس في مصر، مش بس في السودان، أيضا عايزين نذكر كمان شعب لبنان بيمر في أزمات وضيقات صعبة جدا. ولبنان حضرتك عارف الأرض، أرض كانت بتفيد لبن وعسل، فعلا كانت أرض فعلا مثمرة جدا. دلوقتي بيعدي برضو شعب لبنان بأزمات صعبة جدا جدا وضيقات فعلا اقتصادية ومادية. حابين نصلي لأجل الشعوب دي، حابين الوقت اللي جاي من فضلك انت سمعنا في مصر او مش في مصر، في السودان او مش في السودان، في لبنان او مش في لبنان، يمكن الرب وداك في مكان تاني عشان هدف وخطة تانية، لكن انت لازم تصلي معانا، انت عليك واجب. ما ينفعش الشعب ده يكون بتهدد بالعطش واحنا بنعيش حياتنا عادي، ما ينفعش. والخيار الصعب الحرب، والحرب انتوا عارفين قد ايه مريرة، انتوا عارفين الحرب قد ايه بتقتل قد ايه. احنا عايزين خيار من عند ربنا، ما عرفش ممكن ربنا يعمل ايه، لكن عارفة الهي قد ايه بيعمل معجزات، عارفة الهي قد ايه انه فعلا بيمد ايده وبيكتذب وبيعمل اشياء مش ممكن تتخيلها. بنصلي لأجل السيسي، رئيس السيسي بنحترمه بنقدره جدا، لكن أيضا نصلي لأجل حكمة ونعمة وقيادة من الله بالروح القدس. أيوة الروح القدس يقوده، لأن الروح القدس قاد ناس كثيرة جدا في العهد القديم. مصدقين أن الرب يخرج مصر من الأزمة دي، والسودان وكل بلد يمكن أنا معرفهاش هتتحرم من المية. نصلي لأجل قيادة في شمال أفريقيا لأجل أزمة المية، مصدقين في الرب. حضر الأسيس اتحد معايا في الصلاة، لأنه ما ينفعش يكون شعب مصر بيعطش ولا السودان بتعطش وأثيوبيا عندها مية كتير، واثقين فيه لحنا ينزل أمطار يعمل أي معجزة، هو يعرف يعمل. هللويا. من فضلك محتاجين نصلي. هللويا. وأيضا لو حد يقدر يصوم كمان، لأنه دي أزمة، أزمة صعبة قوي قوي. هللويا. أزمة شعب، مش بنتكلم على اضطهاد ولا حاجات كنا بنصلي لأجل ده، لكن بنتكلم على أزمة شعب. هللويا. مبارك. مش شعب واحد، يمكن شعبين ويمكن مبارك أكثر. نصلي أحد الأسيس من فضلك. مبارك. من فضلك اتحد معنا في الصلاة. اتحد معنا في الصلاة كأنك في البلاد ديت. مبارك. شوف هتصرخ ازاي بقلبك. مبارك. هتصرخ ازاي للرب، قول يا رب مبارك اعمل حاجة. مبارك. اعمل حاجة، منتظرين ايدك. الكنيسة طول عمرها، الكنيسة طول عمرها بتصلي لأجل الأزمات دي، وهنفضل نصلي وهنفضل نتمتع بالمعجزات اللي الرب عايز يعملها معانا. اتفضل يا حضرة القسيس، قدامك 10 دقايق صلي. مبارك فضل. اسمك يا رب. صلي معانا من فضلك، ما تتفرجش على القسيس وهو بيصلي. صلي معانا من فضلك، اتحد في الصلاة معانا في أول الاتحاد والاتفاق في الصلاة. تفضل. يا أبونا السماوي، بالاتفاق مع شعبك في كل مكان في العالم يا رب، مع يا رب أولادك وبناتك يا رب المؤمنين، يا سيد الرب اللي انت اخترتم وأقمتم لهذا الوقت يا سيد الرب، نتفق معا يا رب. كل صوت يا رب بيسمعني يا رب، يا كل رب نفس فضل بتسمع هذا الصوت في كل مكان في العالم يا رب، نرفع أمامك مشكلة المياه يا رب في مصر يا رب. يا إلهي الصالح يا رب، في هناك تهديد يا رب بفقدان هذه المياه، وتسبب يا سيد الرب في حرب يا رب، وانت عارف يا رب الحرب يا رب ما فيش فيها مكاسب يا سيد الرب، الحرب كلها خسائر يا رب، ان كانت خسائر مادية او خسائر في النفوس يا رب، وخسائر ممتلكات يا سيد الرب. يا رب الحرب من عدو الخير هو اللي بيثير الحروب وبيثير الشعوب على بعضها البعض يا سيد الرب، ويتلذذ يا رب في الحروب
لأنه نفوس بتهلك، نفوس يا رب تقتل، نفوس يا رب تنتهي حياتها قبل ما تاخد خطوة الخلاص. يا رب نصلي إنك أنت تجول يا سيد الرب في البلاد يا رب المصرية، من شمالها يا رب إلى جنوبها، من شرقها يا رب إلى غربها يا سيدي، في اسم الرب يسوع المسيح تفجر يا نبيع مياه فيها وفي أراضيها أيها السيد الرب، في كل مكان يا سيد الرب تبعت أمطار من عندك يا رب، أمطار من عندك أنت يا سيد الرب، وتفيض أنت يا رب في النيل، وتفيض فيضانات يا رب في النيل نفسه يا سيد الرب اللي تشبع وتروي الأرض كلها أيها السيد الرب، باسم الرب يسوع المسيح، باسم الحي، باسم القدوس يا رب اللي أنت عملته من آلاف السنين في أرض كنعان يا سيد الرب، لما حصل هناك مجاعة شعبك نزل يا سيد الرب إلى أرض فرعون إلى مصر يا سيد الرب، وانت احييت شعبك من جديد. نصلي انك تعمل نفس العمل يا رب، وتفجر يا نبيع الغمر، تفجر يا نبيع المياه يا رب في كل الاماكن يا رب، حتى الاماكن الغير متوقع منها يكون فيها مي يا رب انت تفجر فيها يا نبيع يا سيد الرب، وتلغي مخططات عدو الخير في الحرب يا سيد الرب، وانت تملأ وتفيض في سد النهضة يا سيد الرب، تروي وتفيض يا رب الأراضي المصرية، تروي وتفيض أراضي إثيوبيا وأريتريا يا سيد الرب، وتشبع وتروي شعبك يا سيد الرب في كل مكان. أعطي الرؤساء والمسؤولين يا رب، أعطي الحكام الحكمة، أعطي عبدك يا رب السيسي، وصلي أنك تعطيه الحكمة الإلهية من عندك يا رب، الطريقة من عندك أنت يا رب تستخدمه وتعطيه حكمة إلهية من سماء العرش يا رب، الطريقة اللي يتصرف فيها حتى ينقذ هذا الشعب ويتحقق حاشا هذه الحرب في اسم الرب يسوع المسيح. انت الاله يا رب اللي تتدخل يا رب في احلك الظروف يا رب، حتى تتمجد يا رب وتخلي الناس تصرخ لك وتعرف انك انت الاله اللي بتسمع وبتستجيب الصلاة في اسم المبارك، في اسم الحي، أؤمر في البركة يا رب على الأراضي المصرية في اسم الرب يسوع، وأؤمر في ارتواء كامل يا رب، تشبع تشبع وتروي يا رب جميع الأراضي القحطاء، الأراضي الناشفة، الأراضي يا رب المكسرة يا سيد الرب اللي لا تضبط ماء في اسم الرب يسوع المسيح، اعمل عملك يا رب، اروي شعبك في اسم الرب يسوع المسيح. مكتوب سواق الله ملآنة ماء، اروي شعبك في اسم الرب يسوع المسيح. نرفع امامك ايضا يا رب لبنان والامور اللي بتحصل في لبنان، شعبك جائع في لبنان، ما فيش اكل يا رب، ما فيش اكل يا سيد الرب، ما فيش اقتصاد يا رب، حتى ما فيش حكومه اللي تضبط الوضع يا سيد الرب، يا الهي الصارع تدخل في الوضع، تدخل في لبنان، تدخل في وسط الحكومه، اقم حكومه جديده يا رب، يا رب اشبع الجياع في لبنان، اشبع العطاش في لبنان، تداخل في لبنان في اسم الرب يسوع المسيح. الشرق الأوسط يا رب كله يا رب في اضطراب كامل يا سيد الرب، والمسرح يعد يا رب لاستعلان يا سيد الرب وتتميم النبوات يا سيد الرب في اسم الرب يسوع المسيح. بنصلي انك انت تحفظ شعبك، تحفظ أولادك، تشبع تروي في اسم الرب يسوع المسيح. نحن نشكرك لأنك أنت الساران على كلمتك يا رب لكي تجري، نعطيك المجد والكرامة لأنك سمعت واستجبت. سوريا بين يديك، العراق بين يديك يا رب، يا رب يا رب يا رب، تداخل يا رب في هذه البلاد، في كل الشرق الأوسط، تداخل أيها السيد الرب، ويا رب واحمي شعبك في كل مكان في اسم الرب يسوع المسيح. لك كل المجد، لك العظم يا رب. أمين. أنا أشكرك لأنك أنت اللي بتفجر يا نبيع. أمين يا رب. أمين يا رب. مش بس يا نبيع من الأرض بتفجر، لكن أيضا تفتح قوى السماوات. أمين يا رب. وبتسكب بركات حتى لا توصل. أمين أمين. تروي شعبك يا رب. تروي بركات شعبك. الغمر. أمين. بركات الفيض. يا نبيع عليا وسفلى. يا رب. نعم. هللويا. أمين. في اسم المسيح. الأنهار واليانبيع العليا والسفلى. في اسم المسيح. في اسم القدوس الأزلي. في اسم ملك الملوك والرب الأرباب. أشكرك لأنك أنت بتستعلن مجدك. أمين. في الشرق الأوسط. نعطيك المجد والكرامة في اسم الرب يسوع المسيح. أمين. أمين يا رب. أيوة صلينا وحنفضل نصلي.
لحد ما نشوف الأزمة تعدي، ولحد ما نشوف الرب وتعاملاته ومعجزاته اللي عودنا عليها، إن كل مرة بنطلبه وبتصدق إن هو يجي وبيجي وبيحل المشاكل وبيشيل الأزمات وبيحلها بطريقة من حلوة من عنده. هنكمل صلاة، كملنا صلينا دلوقتي، لكن هنكمل صلاة وثقة وإيمان إنه إلهنا هو الصانع العجائب والعظام وحده. احنا معنا اتصال حضرة القسيس، معنا الأخت سمرة من تكساس. أهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا، أهلا بيك يا حبيبتي، تفضلي. كيفك أنت سيدي؟ بخير نشكر رب. كيف حضرتك؟ يحفظكم الله، يحفظك الله. طلع طلع أطلع منك. تفضلي يا حبيبتي، تفضلي وسامعك. تفضلي. تفضلي يا أختي. طيب حبيبتي، أنا شوفي، قبل سنتين أنا أمشي على العربانة، سويت العملية حبيبتي، وعملية يعني المدى مش عارف فيها، ركبي توجعني، رجلي توجعني، ونفسيتي تعبانة، خوف ورحب لسة الأصاب وكعابة كل عام، ما أمشي صلي سنتين ما أمشي. يا ألف سلامة لك يا حبيبتي. حبيبتي الله يحفظك. نصلي حضر الأسيس لأجل الأخت سمرة. هللويا، مبارك اسمك يا رب. أختي سمرة، عدو الخير دائما بيحاول يخليك دائما تركزي على نفسك، على الألام اللي عندك، على جسدك، على العمليات اللي نجحت واللي ما نجحت، بخلي كل تركيزك على وجعك وعلى ألمك. ابدي اقرأي كلمة الله، وابدي ركزي على كلمة الله، وابدي أشكر الرب على العمل الرب عامله في حياتك في اسم الرب يسوع. خلي نظرتك لكلمة الله تتغير لما بتقرأ الكلمة، انت بتتشجعي وانت بتفرحي وبتتعزي، والرب يعزي قلبك بتعزيات الروح القدس. ايمانك هو سلاحك، ايمانك هو سلاحك. خلينا نصلي. يا ابوي السماء، وبرفع الاخت سمرة امام عرش النعمة، عملت عمليات وفي أشياء ما نجحتش يا سيد الرب، وسببت يا رب عدم قدرة على المشي، وتستخدم العرباء يا رب حتى تمشي، ومتألمة يا سيد الرب كل الألم. احنا بنطلب منك اليوم تزورها يا رب، زورها انت أيها السيد الرب المفلوج يا سيد الرب اللي عند بركة بيت حسدة، كل ما يجي الملاك يحرك المي كان شخص تاني ينط قدامه ينزل في المي كان يبرى، لكن هذا المفلوج يا سيد الرب ما كانش في أي إنسان يرميه في المي ما تتحرك الماء، لكن لما أنت جيت يا سيد الرب أنت شفيته. بنتك سمرة يا رب نفس الشيء، رافعينها أمام عرش النعمة، ومنطلب منك أنك تزورها وتفتقدها، وأنك تتكلم بالشفاء على جسدها، وتقوي عضلات الرجلين، وتقوي الركبتين، وتقوي الحوض أيها السيد الرب، وتعطيها القدرة أنها تمشي بدون عربانة في اسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد. نصلي. أمين أمين أمين. حضر الأسيس أمين، واثقين في الرب أنه الرب لمس وشفى بالإيمان، والرب هيكرم إيماننا يا حضر الأسيس. حضر الأسيس، جات لنا طلبتين صلاة في الكنترول روم. الأخ عامر من ميتشيغن على جهاز تنفس، وأيضا بنت الرب بنتها عندها 7 سنين وانتقلت للسماء، طالبين تعزية حضر الأسيس. ما أقصى ذلك، حقيقي حاسة بيكي ومتألمة جدا ليكي، لأنه دي أصعب حاجة، لكن الرب هيلمسك، هيلمس أعماقك ويعزيكي ويصبرك حبيبتي. الأخ عامر من ميتشيغن على جهاز تنفس، ما عنديش فكرة في الحقيقة، ممكن يكون كوفيد أو لا. ياريت نشترك مع بعض في الصلاة لأجل هذه الطلبتين في اسم الرب يسوع المسيح. يا أبونا السماوي، بالاتفاق مع شعبك في كل مكان يا رب، احنا بنرفع الأخ عامر من ميشيغان يا سيد الرب أمام عرش النعمة. مش قادر يتنفس يا رب، مش قادر يتنفس يا سيد الرب، أرجوك يا رب أنفخ أنت يا رب في الرئتين، أنت أنفخ في الرئتين يا رب. لو الموضوع موضوع كوفيد يا رب، بنصلي أنك تلمس وتبرئ من هذا الفيروس يا رب باسم الرب يسوع، تنفخ في الرئتين وتعطيه قدرة أنه يتنفس بسهولة باسم الرب يسوع المسيح. أمين أمين. نرفع أمامك يا رب بنتك اللي فقدت بنتها 7 سنين يا رب، انتقلت للأمجاد السماوية، ملاك يا رب 7 سنين، ملاك أنت اخترت
هذا الملاك وهي الآن موجودة في محضرك، وانت عارف يا رب قديه صعب على الأم. أيوة. يا أبونا السماء وفي اسم الرب يسوع المسيح بنرفعها أمام عرش نعمتك، بنطلب منك تعزية تعزية يا رب، تعزية بالروح القدس، تعزي قلبها بالروح القدس يا رب، من فضلك يا رب. يا رب أعطيها إنها تشوف بنتها في أحضانك يا رب، حتى تتعزى في اسم الرب يسوع المسيح. نصلي. أمين حبيبتي، أمين، وتعزيات قلبية ليكي، ونصلي من أجلك رب هيعزيكي ويصبرك ويملأ كل فراغ حبيبتي. تعالوا بينا أعزائنا المشاهدين، تعالوا بينا نطلع ترنيمة، نرنم ترنيمة واتكلم فيها، وصلي من كل قلبك لكل مشكلة قدامك، لكل أزمة وقدامك باب مقفول قدامك، واطلب من رب بكل قلبك لبلدك لكنيستك لشعبك، وقول معانا للرب شق السماء وانزلين. بتشوف علينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. اللي بتشوف علينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. وبالإيمان صلتنا هتغير بلدنا تم مشيتك، وللي مت عشانهم اسكف قلوبنا حبك. بنطلب اللي في قلبك في بلدنا تم مشيتك، وللي مت عشانهم اسكف قلوبنا حبك. وكلنا احشاك السماء وانزل إلينا يا رب لمشاكلنا لأزماتنا لاحتياجاتنا. تعال يا رب، تعال بنطلبك كل دقيقة وبنصرخ يا رب. أمين يا رب. مد إيدك يا رب، مد إيدك للشفاءات. أمين يا رب. مد إيدك يا رب، اشفي بلدنا، اشفي بلدنا. تفضل يا حبيب القسيس. أمين يا رب. صلي يا رب، صلي. مد يمينك، شق السماء، اطلب ليتك تشق سمواتك وتنزل يا رب. من حضرتك تتزلزل الجبال وتدخن يا رب. يا رب تعال بقوتك، تعال بمجدك، تعال بسلطانك، تعال بينبيعك يا رب، تعال بافتقادك، تعال يا رب لمساتك، تعال يا رب بقوتك، تعال بملئك وبغمرك يا رب، تعال بحضورك يا رب، تعال يا رب بسلطانك، تعال أيها السيد الرب، محتاجينك في اسم الرب يسوع، محتاجينك يا سيد الرب في هذه الأوقات، محتاجينك تفجر يا نبيع الغمر، محتاجينك يا سيد الرب في هذه الأيام بآيات وعجائب. أطلب تلاقي حلو التلاقي معاه قوي، بس انت روح فضفض وبوح، واحكي له مالك اشكي له حالك، واحفظ بقى الارض لو متشققه عنده السواد. اطلب تلاقي وما تتسنبش الا علي لمسة واحدة بس منه.
جسد بعد وقت اطلبه هتلاقي وعده لسه باقي.